السلام عليكم ورحمة الله. هذه القصة شيء عجيب، تداخلات في هذه القصة، ولكن وأنا أقرأ القصة قلت سبحان الله، إذا أراد الله أمرا فإنه يكون. راح تجد في هذه القصة أسماء عجيبة ومعارك وأشياء، خليني أذكر لك بعض منها. راح تجد يوم بعث، وراح تجد عبد الله بن أبي بن سلول، وراح تجد حضير الكتائب، وراح تجد محمد بن كعب القرظي، وراح تجد سعد بن معاذ، وراح تجد قيس بن الخطيم، يعني مجموعة من الأسماء مؤثرة في القصة، عليك أن تسمع لها وتستمتع بها. خلونا أول شيء ننطلق مع الحديث النبوي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده. من هو هذا الرجل؟ طبعا الحديث ورد في مسند الإمام أحمد وفي غيره من المصادر، لكن من هو هذا الرجل؟ وكيف أن أبوه نجا من القتل مرتين حتى يتزوج ويأتي هذا الولد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف جرت الأحداث وما القصة؟ خلونا نرجع للوراء كثيرا. أبناء قيلة هم الأوس والخزرج، وفي ذلك لما أتى عامر بن الطفيل يهدد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله لأملأن المدينة عليك خيلا جردا وشبابا مردا، يعني لأملأنها بالخيل والجنود، أحتل المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ذلك وأبناء قيلة. أبناء قيلة هم الأوس والخزرج، أهل المدينة. أما قيلة فهي أمهم، فهم يرجعون في رجل واحد وأمهم أيضا واحدة. قبل الإسلام كانت بينهم حروب طاحنة، وآخر حرب وقعت بينهم هي يوم بعاث. يوم بعاث وقعت قبل 5 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشد معركة وقعت بين الأوس والخزرج. استمروا لإعدادها 2 شهر، يعني قبل 2 شهر من المعركة كانوا يعدون لهذه المعركة وتحالفوا مع القبائل. كان الوضع يعني متأزم وشديد بين القبيلتين، مع أنهم يرجعون في أم واحدة وهي قيلة. الخزرج دائما كانوا ينتصرون على الأوس، حتى ظهر 3 أشخاص وغيروا المعادلة: سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو الصحابي المعروف، وحضير الكتائب وهو قائدهم، وقيس بن الخطيم وهو شاعرهم. هذول 3 أشخاص غيروا المعادلة، وفي يوم بعاث انتصر الأوس على الخزرج. لكن إيش سبب معركة بعاث؟ ومن هنا راح تبدأ تتضح لك القصة. بلغ الخزرج أن بني قريظة تحالفوا مع الأوس في أنهم إذا قاتلوا الخزرج راح يكونون معهم. فعامر بن النعمان الخزرجي اتجه إلى بني قريظة وقال لهم: بلغنا أنكم تحالفتوا مع الأوس. قالوا: جرت بيننا محادثات ولكننا ما تحالفنا معهم وما أعطيناهم وعودنا. فقال لهم: إذا كنتم صادقين فسلمونا 40 غلام منكم يكونون عندنا، لو قاتلتم مع الأوس راح نقتلهم كلهم. طبعا غلام يقصد بهم الأطفال. فقالوا: نعم نعطيك 40 طفل يكونون عندكم، حتى لو وقعت بينكم حرب وساعدنا الأوس اقتلوهم كلهم. فاتفقوا على ذلك، وأخذ الأطفال عمرو بن النعمان ووزعهم على البيوت، بيوت الخزرج. عمرو بن النعمان سيد الخزرج لما رأى 40 غلام بين الخزرج اجتمع في قومه وقال لهم: اليهود يعيشون في أفضل الأماكن في يثرب، يعيشون بين الماء والأماكن الصالحة للزراعة، أما نحن فنعيش في الصحراء، فسوف نخير بني قريظة، إما أن يخرجوا من ديارهم ويسلمون الأراضي أو أن نقتل 40 غلام الذين عندنا. فأيده الخزرج على ذلك واتجه لمقايضتهم، إما 40 غلام أو الأراضي. لما بلغ بني قريظة خبر الخزرج فزعوا وجزعوا وقالوا: نخرج من أراضينا وديارنا ولكن يعيد لنا الغلمان الذين أخذهم. فلما علم ذلك سيد بني قريظة وهو كعب بن أسد القرظي صاح بهم وقال: والله ما هي إلا ليلة واحدة يقضيها الرجل مع زوجته فيأتيه نفس الغلام الذي عندهم، فلا تخرجوا من أرضكم. اقتنعوا بكلام سيدهم، ولكن ماذا صنع الخزرج؟ عاد إليهم عمرو بن النعمان وقال لهم:
اقتلوا الغلمان اقتلوا الغلمان. فاتجهوا وقتلوا الغلمان، 39 غلام قتل إلا رجل واحد رفض أن يقتل الغلام الذي عنده، وقال والله لا أخفر ذمتي، والله لا أخون عهدي الذي وعدت في بني قريظة. فمن هو هذا الرجل؟ تخيل، الرجل الذي رفض أن يقتل الغلام هو عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، هو رأس المنافقين، هو هذا الشخص. ولكن الكلام هذا قبل الهجرة النبوية بخمس سنوات، وبسبب القصة هذه ورفضه لمعركة بعاث، كان أهل المدينة يريدون أن ينصبونه ملكا على المدينة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول يكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الملك، فكان كبره هو الذي يعني جعله أنه يستمر في غيه ولا يسلم، وأصبح رأس المنافقين. الشاهد أن عبد الله بن أبي بن سلول كان رجل كريم في الجاهلية، أما في الإسلام فهو رأس المنافقين. أما الغلام الذي كان عند عبد الله بن أبي بن سلول ولم يقتل، فهو كعب القرظي، أبو الشاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وهذه المرة الأولى التي ينجو فيها من القتل. بعد هذه الأحداث وقعت الحرب الكبرى، حرب يوم بعاث بين الأوس والخزرج. أما بني قريظة فقد تحالفوا مع الأوس، وفي الأوس سعد بن معاذ وقيس بن الخطيم وحضير الكتائب، وهو أبو أسيد بن حضير الكتائب، الصحابي الجليل أسيد بن حضير. المهم أن كعب القرظي نجا من القتل في ذلك اليوم. انتصر الأوس في معركة يوم بعاث، وبعد خمس سنوات كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى المدينة وانتهت الحروب التي بين الأوس والخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم وضع بعض القواعد التي تحكم المدينة وتوضح العلاقة بين المسلم وغير المسلم، بين المسلمين واليهود. ولكن بني قريظة خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وتسببوا في قتل بعض الصحابة ومشاكل كثيرة في المدينة، وجعلوا جميع كفار قريش ومن حولهم، جميع الكفار يتجمعون في معركة الأحزاب. وكادت هذه المعركة أن تنسف المدينة، تجعل الإسلام ينتهي من العالم وليس من المدينة، لأنها لو انتهت في المدينة فلن تصل إلى أي أحد آخر، وكان ذلك بسبب بني قريظة، بسبب اليهود. وبعد المعركة اتجه النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة، لأنهم خانوا في تلك الحرب، تعاونوا مع كفار قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة. فالنبي حاصر بني قريظة وأمرهم بالنزول على حكم الله، فأبوا وقاموا في البداية، ثم استسلموا في النهاية بشرط أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. ليش سعد بن معاذ؟ لأنه من الأوس، فقالوا يحكم فينا سعد بن معاذ لأنه كان حليفنا في الجاهلية وفي يوم بعاث. فلما جاء سعد بن معاذ حكم فيهم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. كان داخل الأسوار كعب القرظي الذي نجا من القتل في المرحلة الأولى عندما حماه عبد الله بن أبي بن سلول. فلما جاءوا به ويريدون يعرفون هل بلغ الحلم أم لم يبلغ الحلم، لأنه كان في تلك المرحلة في مرحلة قريبة من البلوغ. فلما وجدوا أنه كما تذكر الرواية أنه لم ينبت، يعني لم يظهر عنده شعر العانة، أطلقوا لأنه لم يبلغ الحلم ويعتبر من الأطفال، فعفوا عنه ولم يقتل. وأشوف لاحظ الحديث اللي هو يوم قريظة، قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. للمرة الثانية ينجو من القتل، ثم أسلم وحسن إسلامه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، فأتى له ابن وسماه محمد، وهو محمد بن كعب القرظي، ويعتبر من كبار التابعين
بل من أشهر الصحابة في تعليم تفسير القرآن، فكان آية في التفسير تعلم على يد الصحابة وتعلم على يد عبد الله بن عباس، وهو كما يقول العلماء هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يخرج من الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده، هو محمد بن كعب القرظي. والمقصود بالكاهنين هم بني قريظة وبني النضير. أما معنى الكاهنين في اللغة العربية فهي تطلق على من يستخدم التنجيم ومن كان بارع في أحد العلوم مثل الطب أو أي علم يعني ما يكون مشهور بين الناس، يسمى في العربية أحيانا كاهن لأنه يأتي بعلوم غير موجودة، فهو هذا محمد بن كعب القرظي، هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. شوفوا هنا في كتاب آخر اللي هو عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، الحديث يقول: يخرج من الكاهنين رجل يقرأ القرآن لا يقرأ أحد مثله، وهو محمد بن كعب القرظي. طبعا هنا في ميم ناقصة. يذكرون عنه أنه رجل زاهد كان يتصدق بماله ولا يبقي له إلا القليل، وكان يكثر من قراءة القرآن والتأمل حتى أنه يبقى الليل كامل يتأمل آية، فيطلع عليه النهار فيقول: والله ما شبعت منها. وله أقوال في التفسير كثيرة، يعني أي شخص يهتم بعلوم التفسير يجد من أوائل الأسماء التي تذكر في علوم التفسير. فشوف سبحان الله كيف تداخلت الأمور، ينقذه في البداية رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ثم ينجو لصغر سنه في معركة بني قريظة لما قتل الرجال، ثم يكبر ويسلم ويحسن إسلامه، ثم يتزوج ويأتيه محمد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فانظر سبحان الله للأحداث كيف تجري. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. شكرا لكم وإلى اللقاء.